محمد حبيبي يلا بقى الابره بتاعك كل يوم. والنبي كفايه ورمت خلاص واحده بس الابره بتاعك كل يوم بقى عشان خاطري تعالى ورمت لا لا معلش عشان بعد كده تسمعي الكلام وتيجي بسرعه. بص انا هعدي عليك ايه يا بايا في ايه يا حبيبتي؟ معلش يا بنتي ما ينفعش كده. انا اسف يا استاذ محمد معلش يا حبيبي. بقول لك انا هعدي عليك النهارده ان شاء الله هنروح لمحمود ماشي؟ هعدي عليك. لا والله كده ما ينفعش بقى يا مايا لازم تتعالجي كده ما ينفعش. بابا ايه؟